وإنني مع ما يستدعي الأمر من حذر أو تحفظ أدعم هذا التوجه غير المسبوق في تاريخ موريتانيا. تطور جديد في خطاب النائب البرلماني ورئيس حركة إيرا بيرام الدها عبيد بعيد ساعات من لقاء جمعه بالرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بالقصر الرئاسي في نواكشوط. تغيرت موريتانيا في الأشهر الأخيرة وتحديدا منذ تناوب يونيو 2019، وعليه فقد ولى عهد الصدامات وحان وقت الانخراط في العملية السياسية وفق آلية مرخصة من قبل القانون، فانتظار ترخيص إيرا وحركة إيرا مطلب طال انتظار. لقد بدا لنا أن عهد الصدامات قد ولى، لأن موريتانيا تغيرت منذ تناوب يونيو 2019، وكذلك انتهز الفرصة للتذكير بفارغ صبرنا للمشاركة في اللعبة السياسية نحن وحلفاؤنا في العلن وضمن آليات مرخصة من قبل القانون، وهو ما يفسر طول انتظارنا للاعتراف بمنظمتنا وحزبنا. التغير في الخطاب والموقف السياسي من النظام لم يمنع النائب الذي قاطع جلسات الدورة البرلمانية الأخيرة من التذكير بمطالب يتصامم عنها الكثير من الأطراف. ومن هنا وحتى يتحقق الاعتراف بنا، أريد أن أذكر ببعض مطالبنا التي يتصامم عنها الكثير من الأطراف لدواعي التقصير والإيديولوجيا. أولاً، إصلاح التعليم الوطني في ضوء تعميم اللغات الأجنبية والوطنية بعيداً عن الأحادية اللغوية الحالية التي تعد مصدراً للتمييز والبطالة والتطرف الديني. وكانت الحركة قد شهدت في الأيام الماضية انسحاب عدد من قادتها على خلفية ما قالوا إنه تنافر في الخطاب والمواقف وانتقائية في التعاطي مع قضايا المنتسبين. وبتغيير موقعه في الخارطة السياسية الموريتانية، يدخل رئيس حزب الرق وحركة إيرا قائمة الأحزاب والكتل السياسية التي خرجت من عباءة المعارضة قبل وبعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة. معناها ان ما فهم نحن